بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. وانا جايه الشغل الساعه 5 الصبح تقريبا كده، كان الجو برد قوي. هو النهارده الجو هيكون برد ولا هيكون معتدل؟ لا طبعا، احنا اليوم الاجواء هتبقى فتره النهار ربيعيه معتدله بشكل كبير، لان احنا بنشهد انخفاض في قيم درجات الحراره تعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي درجتين، لان العظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال فتره النهار تكون 28 درجة مئوية، وده بسبب ان احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة بتحجب جزء من أشعة الشمس، فطبعا بتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرا بالبحر المتوسط، أيضا الكتل دي معتدلة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها. فالأجواء اليوم هتكون أجواء رباعية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، تحديدا في وقت الظهيرة هنحس بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة في جنوب الصعيد. ده بتكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة إشعاع الشمس. طبعا بالفعل خلال فترة الليل البرودة موجودة في الجو، ما زالت قيم درجات الحرارة الصغرى منخفضة، وخاصة فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وخاصة المحافظات الشمالية، وخاصة كمان المدن الجديدة أو الأماكن اللي بتبقى مفتوحة بشكل كبير أو الأماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي. طيب حضرتك امبارح يمكن قلت لنا إن في كان بعض الرياح المثيرة للرمال والأتربة، هل دي مستمرة معانا النهاردة؟ لا الحمد لله، هيحصل اليوم اعتدال في سرعات الرياح عن امس، ومش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره. ونشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا اليوم في بعض الاماكن من السواحل الشماليه واماكن من جنوب البلاد هيساعد على تنظيف الاجواء، يساعد ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل، لكن غير مثير لاي رمال واتربه. لكن طبعا مستمر معانا فرص الامطار، يمكن احنا بالامس كان في فرص لسقوط الامطار وخاصه في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، ايضا اليوم متوقع فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على الاماكن الموجوده في على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري. طبعا الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم ومنطقه دون الاخرى، بس ان شاء الله هي مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بل بالعكس كمان هتساعد ان احنا نستمتع بالاجواء الربيعيه واعياد شم النسيم في كافه محافظات الجمهوريه. طيب برضو يمكن حضرتك بتقولي الاجواء والاعياد بحاله البحار، يعني حابين نطمن عن حاله البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، خصوصا زي ما حضرتك بتقولي احنا كنا اجازات وفتره اعياد، اكيد الناس سافرت لهذه المناطق. هو طبعا بالفعل، وخلينا ننوه ان احنا دايما بنقول ناخد بالنا من ارتفاع الامواج، ارتفاع الامواج المناسب للصيد والملاحه البحريه مش هو المناسب ان احنا ننزل البحر، خاصه ان احنا الايام دي عندنا اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج على الشواطئ ما بين 2 الى 2.5 متر، فالارتفاع الموج ده ممكن يكون مناسب لاعمال الصيد او الملاحه البحريه لكن مش مناسب لاعمال التنزل او المغطسين على الشاطئ، فناخد بالنا من ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وتحديدا كمان في المنطقه الغربيه مطروح والاسكندريه. لكن البحر الاحمر معتدل والملاحه البحريه، يعني الحمد لله الاحوال الجويه على مدار اليوم هتكون مستقره وبتاع بشكل كبير. هنخلي بالنا بس من حاجتين، البروده اللي هتبقى موجوده فتره الليل يفضل الملابس طبعا ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل تجنبا لنزلات البرد، ونتجنب البحر المتوسط نبقى دايما موجودين على الشاطئ نستمتع بالاجواء واحنا على الشاطئ، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط. والاحوال الجويه المستقره كمان مكمله معانا ان شاء الله لحد اخر ان شاء الله، مع ارتفاعات بقى طفيفه في قيم درجات الحراره تدريجيه من يوم الاربعاء وحتى نهايه الاسبوع باذن الله. طيب اخر سؤال ليا مع حضرتك خاص برطوبه وكمان خاص بالشبوره المائيه صباحا، هل هي دلوقتي كثيفه ولا معتدله؟ هو طبعا الشبوره المائيه اليوم تحديدا مش موجوده بشكل كبير، لان احنا في منخفض جوي، نسب الرطوبه كمان مش مرتفعه بالشكل الكبير، لان وجود نشاط رياح بيساعد ان احنا ما نحسش بوجود نسب رطوبه موجوده في الجو، فبالتالي ما فيش تاثير للشبوره المائيه اليوم تماما.
خلال الايام اللي جايه هتبدا الشبوره المائيه تظهر وتكون موجوده على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن مش هتاثر على حركه المرور. ممكن تؤدي الانخفاضات في الرؤيه الافقيه الايام اللي جايه، لكن مش هتاثر بشكل كبير على حركه المرور. وزي ما قلنا نسب الرطوبه خلال هذه الايام بتبقى منخفضه بشكل كبير في فصل الربيع، عاده نسب الرطوبه بتكون اقل بكثير من فصل الصيف. لسه قيم درجات الحراره زي ما احنا بنقولها هي اللي هنحسها، بس لو تعرضنا طبعا لاشعه الشمس وقت صغيره ممكن نحس بنحس بيها بشكل اعلى او اقوى بالضبط. كمان انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منور غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا، وكل سنه وحضرتك طيبه وعيد شم نسيم سعيده. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 28 الصغرى 16، العاصمه الاداريه 29 16، اسكندريه 24 16، العلمين الجديده 23 16، مطروح 23 15، دمياط 24 17، بورسعيد 24 18، اسماعيليه 29 17، السويس 28 18، العريش 24 17، كاترين 24 12، طابا 29 22، حلايب 31 24، شلاتين 32 22، شرم الشيخ 30 21، الغردقه 31 21، الفيوم 30 18، بني سويف 29 18، الوادي الجديد 34 19، اسيوط 30 18، سوهاج 32 20، قناة 32 24، الاقصر 33 23، واخيرا اسوان 33 24. النهارده الاجواء معتدله، استمتعوا على قد ما تقدروا بالخروج للمتنزهات والحدائق العامه وزوروا اهاليكم وقرايبكم، والجو معتدل، لكن بالليل نخلي بالنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، لازم يكون معانا ملابس بس ثقيله شويه خاصه للاطفال وكبار السن. هرجع مره ثانيه لمنى ومصطفى عشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. شكرا يا زينه، بس مش كل الناس هتعرف تستمتع، اعتقد انها يومين ولا حاجه وامتحانات اللغه العربيه هتبتدي في النهاردة. كل الشهادات المختلفه سواء يعني مدارس ناشونال او انترناشونال كله بيمتحن اليومين دول. بس انا عايز اقول لك ان الامهات المصريه كلها بتعرف تنظم وقتها، بتخرج شويه الصبح وبترجع بالليل تذاكر للاولاد. ربنا يهدي الاولاد ويقعدوا يذاكروا. شكرا لك يا دينا. شكرا يا دينا. شكرا.